إلى السيد وزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي، أنت شايف الشعب المصري عامل إزاي؟ وأرجو إن ما يحصلش تصاعد، بعد إذن معاليك قرر بالقبض على السيد عبد الفتاح السيسي، بعد إذن معاليك. طيب لو ده ما تمش، أنا آسف، أنا هنزل مصر يوم الجمعة الجاية، وحياة ولادي واللي انت شايفهم دول اخواتي واهلي وناسي، لو حموني منكم والله المستعان. اشكرك، اتمنى انك تقف جنب الشعب المصري، اتمنى حقنا للدماء لازم نقف كلنا جنب بعض. وانا قلت خلاص ننسى اي حاجة ما بيننا، خلاص هو لازم يتحاسب، هو لازم يتحاسب. أنا متابع، بعد إذنك يا معالي وزير الدفاع، أنت مختص بحماية الشعب المصري ومطالب الشعب المصري، مش بحماية فرد أيا كان هو مين، ده الجيش، دي الداخلية. شكرا، أتمنى نسمع ردك، ربنا يوفقكم. يلا عايز أنزل لكم، بلدي وحشتني، من حقي ومن حق كل اللي متغربين بره يرجعوا بلدهم، ومن حق كل المعتقلين اللي بينقضوا يطلعوا بره السجون. ربنا يقوينا يا رب. الله اكبر عليكم، انا فرحان. 8 سنين النهارده بالنسبه لي والله العظيم وحياه ولادي اكنهم ساعه، ياه 8 سنين بس مبسوط. ربنا يفتح عليكم يا رب، ولاد بلد ورجاله وجدعان جدعان. هي هو ده شعب مصر، اوعى محدش هيقدر عليكم، ده انتوا الفراوده، بصوا عاملين ازاي مولعين الشوارع، خلوا العالم يصوركم.